جمعية عافية الخيرية بالقاهرة شارع مشتهر شارع مشتهر عشان شارع مشتهر. وأنا جيت بدعوة من أخي الحبيب الأستاذ الباشمهندس عوض سليمان شاعر الأسواني، هو مسمي نفسه شاعر الأسواني عوض سليمان، وبخصوص الندوة الشعرية الشهرية اللي بيعملها في صالون عافية الثقافي. وانا ان شاء الله النهارده تشرفت بحضوري في هذه الجمعيه وفي هذا الدار عامر باهلي وناسي من عافيه، وحبينا ان شاء الله ناخد فكره عن هذا الصالون اللي اسسه الباشمهندس عوض، فيدينا فكره عن الصالون، نشاه الصالون، فكرة الصالون. النهاردة شفت نخبة من الشعراء، نخبة كبيرة قوي، 90% منهم أو 95% من مصر، نحن بنقول من مصر يعني مش نوبيين، إنما وده حاجة تشرفنا حقيقة. وباشمهندس عوض أنا سعيد بحضرتك وسعيد بهذه الدعوة، ويا ريت تدينا فكرة عن الصالون وفكرتها، يعني فكرة إنشائها. أولا أنا بشكر حضرتك على إن أنت لبيت الدعوة، أنا حضرتك عارف تماما إن أنت قامة وقيمة بنتشرف بيها، وإن كان صالون عافية نافذة للنوبيين خارج الإطار النوبي أو لك الفكرة، لكن أنا كنت واثق إن من خلالك هيبقى نافذه للعافيه للنوبيين عامه يعني. بشكر حضرتك طبعا على تلبيه الدعوه، وبشكر في كل المدينه اللي حضر وفي المكان. فكره صالون عافيه هي فكره ان احنا في القاهره فينا كتير بيكتب شعر، وان احنا جمعيات نوبيه دائما اللقاءات بيننا وبين بعضينا دايره مقفوله، حبيت افتح الدايره شويه ونلقي ضوء ونفتح المجال في الادب والفن وعامة مع كافة ابناء الوطن. احنا كنا في نسيج الوطن ده حتة منه، بنتفاعل معاه. عشان كده طبعا انا قدمت الفكرة لمجلس ادارة جمعية عافية، ومجلس ادارة جمعية عافية رحب بالفكرة وساعدني وفتح الدار، وانا عضو مجلس ادارة ومجلس ثقافية في جمعية عافية. وبصراحة مجلس الإدارة كله بتاع صراحة بالفكرة وشجعني وكمان ساعدني إن أنا أعمل الحكاية دي، بقى لنا 5 سنين. إحنا في اتحاد صالونات مصر والعرب على 11 دولة. صالون عافية عضو مؤسس في اتحاد الصالونات ده، وفي نفس الوقت أنا في مجلس إدارة اتحاد صالونات مصر والعرب بيضم تونس وجزائر والسعودية ودول الخليج كلهم عامة، وسوريا وكل العرب اللي موجودين في القاهرة بيجوا، وفي أوقات دعوات تانية بتجينا من بره. إحنا صالون بيمثل الصعيد عامة من أول حدود مصر لحد أسيوط، بنحاول نوصل كلمة ومعلومة للناس، والصالون ده مفتوح أدبي بحت، لكن إحنا في كل ندوة بنتشرف بوجود قامات من النوبة بيقول نبذه عن النوبه، ولو لمده 5 دقائق للناس اللي موجوده خارج النوبه بيدي انطباع كويس جدا عن النوبه. الصالون زي ما انت حضرتك شفت كده بيحضروا ادباء كتير وناس كتيره بتحضروا، سواء كان من اتحاد الكتاب او اعلاميين او صحفيين. الحمد لله رب العالمين في نسبه نجاح فاق تصورنا خارجيا، لكن للاسف لسه ما عملناش المردود القوي داخل المجتمع الدولي. احنا فتحنا نافذه عشان النوبيين يطلوا منها على 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 خارج النوبيين، فلازم يبقى في تواجد دولي اكتر من كده. بنحاول على قد ما نقدر، كل واحد عنده ابنه او بنته او اي حد عنده موهبه شعر او ادب او قصه او روايه احنا اللي نتبناها، وكمان معانا مؤسسات ثانيه اتبنت اكتر من واحد، لكن احنا عايزين مداومه اكتر، ومن خلال قناتك ومن خلال معارفك احنا بنناشد اي اب عنده ابن عنده موهبه كتابه او موهبه شعر او اي حاجه يجي مشكورا واسمه صالون عافيه، لكن هو مفتوح لكل النوبيين، اذا كان هو مفتوح لغير نوبيين فهو بالاولى مفتوح لكل النوبيين.
جميل جدا. احنا يعني تأسيس الصالون قلت من 5 سنين. 5 سنين والندوات شغالة من 5 سنين. 5 سنين مستمرة بصفة شهرية، مداومين عليها تماما، معروفين الوسط الأدبي. أي حد بيكتب شعر أو أدب في مصر عارف شلون عارفه كويس جدا. وأنا بقول لك إن احنا بنسبة 100% نجاح أكاديمي. فاضل بس الجزء الأهم واللي هو معمول عشان أساسه الصالون، إن احنا نطلع أدباء أو شعراءنا وكتابنا يقولنا عشان يقولوا احنا كمان عندنا. عندنا شعراء كتير بيجوا لنا هنا، استاذ عبد العزيز عابدين والناس بتوع مش هنسى حد، بيطلوا من هنا على 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 بره وانا بتشرف بيهم. وان شاء الله احنا يعني عايزين نعرف، هل حضرتك بتبعت للجمعيات في ندوه زي دي، الندوه الشهريه بتبعت لهم دعوات يجوا يحضروا؟ انا الدعوه كلها بنشرها في الجروبات النوبيه. انا ما بنشرش صح، ممكن يكون تاثير مني في الجمعيات النوبيه، لكن كل الجمعيات النوبيه ومقررين اللجان الثقافيه عارفين معاد الصابون تماما. لكن انا بنشر في كل الجروبات النوبيه، لان انا مش عايز عايز الناس عامه، كل نوبي عنده موهبه او عنده حب استمتاع للشعر والادب والغناء يجي هنا. ومن هنا انا عايز اقول لك ان في مطربين بدون ذكر اسمائهم كانوا معروفين في وسط النوبي، لا دلوقتي كمان الحمد لله بقوا معروفين على مستوى الاوبرا ويروحوا نادي الشمس وكذا. هم بيتكلموا عننا، مش هتكلم عنهم، هم اللي بيقولوا في كل مكان بسبب صور العافيه احنا رحنا في المكان ده. يعني ان شاء الله اتمنى لك مزيد من التقدم ومزيد من الرقي ومزيد من الجمعيات النوبيه تكون معانا هنا. يعني انا ما شفتش تقريبا ولا جمعيه هنا النهارده من الجمعيات او من الشعراء النوبيين. اتمنى يعني يكونوا موجودين، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهدك ان شاء الله نشوف يعني ناس اكثر من كده عندنا في الجمعيه او في صالون عافيه الثقافي. بشكرك وبشكر حضرتك وبشكر العرب اللي حضر، وانتوا عندنا قامات كبيره وبنام وصلتوا لينا، اكيد هيجي بعد منكم كتير. ده انتوا ادتونا بارقه امل ان في ناس هتحضر. وطبعا عشان ما نسيبش الفضل لنفسي، لا صالون عافيه ورا مجلس اداره ورا جمعيه عموميه مؤيده قوه. ولو اكيد لو ما كانوش جمعيه عموميه ومجلس اداره مؤيدين ما كانوش استمرنا 5 سنين اكيد يعني. ومعايا الشاعر اسمه علي نوحة، شاعر من القاهره هنا، لكن هو عاشق للنوبه وعاشق لينا، بيساعدني في الموضوع ده. الحمد لله الحمد لله مرتبطنا كويس، بس العيد مكرم. احنا بنتمنى وبندعي ربنا سبحانه وتعالى ان كل من له موهبه في النوبه يجي لنا، واحنا دورنا ان احنا مش نقدمه. اكيد هو انسان كويس، بس ان احنا برضو نحاول نساعده ان ينتشر اكتر واكتر. ولازم يكون في تعاون مع بعضنا يعني، تبعت لهم واتمنى تبعت للجمعيات برضو تذكرهم، لان احنا دايما يعني ذاكرتنا ذاكره ذبابه فبتنسى. فابعت لهم عشان يجوا لك ويحضروا معاك ان شاء الله باذن الله. وبتمنى لحضرتك وبتمنى لكل المدين، انا عايز اقول كلمه، المجتمع المصري عطشان 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 لاي حاجه نوبيه. بمجرد ما بتقول ان انا من نوبه، رد فعل غير طبيعي في كيان كل مصري. شوفكم من الناحيه الاعلاميه اللي موجود، لا الاعلام الاحمر اقوى بكتير من اللي بيقدمه الاعلام البرقي والمسموع عن النوبه. لا الناس حاسه بينا ومستنيه اي حاجه، اي حاجه مننا احنا اللي مقصرين في حقنا. شكرا جزيلا، ان شاء الله في لقاء ثاني بامر الله مع بعض. شكرا جدا.